بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. مستمرين في دراستنا في سفر الملوك الثاني. النهارده باذن الله نشتغل مع بعض وندرس سفر ملوك الثاني لصاح الخامس. أحب بس أفكركم يا أحبائي بأننا بندرس مع بعض حياة إليشع النبي اللي طلب روحين من روح أبوه إلي النبي. في طلبه ده كان بيطلب حق البكورية، لأن البكر كان بيبقى له في الميراث حظ اثنين. فهي الفكرة كلها ان هو بيطلب البركة مضاعفة كالبكر. بعد عبوره الأردن لما شق النهر، نهر الأردن بالتوب اللي الرداء اللي خده من أبوه إيليا، دخل في سلسلة معجزات. كل القصص اللي بعد كده لحد النهاردة هنلتقي مع معجزات. إيليا عمل معجزات إن هو وقف المطر 3 سنين و3 شهور و6 شهور، وبكلمة منه نزل المطر. معجزة صرفة صيدا والزيت، أرملة صرفة صيدا، والولد لما مات كان فيه إقامة، إقامة ميت. معجزات إليشع كانت مضاعفة أكتر بكتير، أكتر من الضعف. فبعد عبور الأردن شفنا سلسلة من المعجزات لحد المعجزات اللي احنا هنقابلها النهاردة أيضا. فأذكركم ب7-8 معجزات بعد عبور الأردن. كان في إبراء مياه النبع، النبع الماء في أريحة اللي كانت مملحة وكانت فاسدة، وبقليل من الملح برأت هذه المياه. وبعدين هو صاعد وطالع بعد هذه المعجزة مباشرة، قابلوه بعض الصبية اللي كانوا بيسخروا من قصة إيليا وبيقولوا له اصعد يا أقرع. طلع عليهم دبتين، قتل منهم 42 ولد. الولاد دول كانوا من عبدة الأوسان، كانوا في منطقة دان. والمعجزة اللي بعدها كانت معجزة الجباب، لما حفروا الجباب جمع جب في الصحراء وامتلأت المياه، ملأت المياه هذه الجباب. أنا بفوت بعجالة كده بذكركم بس. المعجزة اللي بعدها معجزة أرملة النبي اللي كان عندها مسحة من الزيت، ولا استلفي الأوعية من الجيران وكانت بتعبي الزيت في هذه الأوعية فامتلأت لحد آخر وعاء، وقال لها ادفعي الدين علشان يحرر ولديها من العبودية من الرجل اللي كان مداينهم، وقال لها عيشي بالباقي. وفي نفس الإصحاح شفنا إقامة ابنة الشونامية وإبراء القدر من السم القاتل، لما قالوا فيه سم قاتل في موت في القدر، و بمعجزة أبرأ هذه القدر من هذا السم المميت. وآخر معجزة شفناها المرة اللي فاتت كانت إطعام 100 راجل من 20 رغيف، وربطنا بعض المعجزات بمعجزات ربنا يسوع المسيح له المجد. وشفنا إشعياء كرمز للسيد المسيح المخلص. النهاردة هنبتدي مع بعض الإصحاح الخامس، والقصة بتاعته قصة لطيفة جدا، محبوبة لينا كلنا ومشهورة. نعمان السورياني. والقصة زي ما احنا عارفين يا أحبائي ارتبطت في ذهن الكنيسة بتاعتنا بسر المعمودية، بابتزم، الاستنارة، سر الاستنارة والميلاد الثاني. في نبوات حد التناصير
في الصوم الكبير بنقرأ هذا الفصل من سفر الملوك الثاني، قصة نعمان السرياني، وأيضا في نبوات المعمودية لما بنقرأ بنيجي نعم الطفل في الصلوات اللي بنصليها قبل تقديس المياه، النبوة دي بنجدها موجودة. أيضا ربنا يسوع المسيح له المجد شاهد لهذه القصة، فهي قصة حقيقية بدليل تاريخيا، يعني بدليل أن ربنا يسوع المسيح له المجد في استشهاده بالعهد القديم، استشهد بهذه القصة زي ما استشهد بقصة يونان النبي، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، فهو استشهد أيضا بقصتين موجودين في سفر ملوك الثاني. القصة الأولى قصة أرملة صرفة صيدا والزيت اللي عندها اللي مفرخش بصلوات إيليا وبركة وجود إيليا في بيتها واستحقاق هذه السيدة لهذه البركة. القصة الثانية هي قصة نعمان السرياني، فنجد ربنا يسوع المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح الرابع من الآيات 24-30 بيقول لنا الآتي: بالحق أقول لكم أن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها، هذه الأرامل الكثيرات الموجودين في إسرائيل، لم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا امرأة أرملة صرفة صيدا، إلا إلى أرملة امرأة أرملة في صرفة صيدا. وكأن كان لها هذا الاستحقاق العالي والمميز جدا، إنها دون كل الأرامل اللي كنا موجودات في إسرائيل وهن بالحري بنات لإسرائيل، هذه المرأة الأممية لأنها كانت في أرض فلسطين، احنا عارفين أن صور وصيدا كانوا في محاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط، ودي المدن اللي احنا ذكرناها لما ذكرنا أشدود وعسقلان وغزة والمدن دي وصيدا وصيدون، المدن دي كلها مدن فلسطينية أممية، ومع هذا استحقت هذه المرأة أن تأخذ هذه البركة. يكمل ربنا يسوع المسيح في إنجيله الرابع، في الإنجيل لوقا الإصحاح الرابع، ويقول: وبرص كثيرون، ناس كان عندهم برص، كانوا في إسرائيل في زمان إليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. لما قال كده يكمل لنا الإنجيل على لسان معلمنا لوقا ويقول: فامتلأ غضبا جميع الذين كانوا في المجمع حين سمعوا هذا، إن ربنا يسوع المسيح بيفاضل الأمميين عليهم، بيقول إن في صرفة صيدا هذه المرأة استحقت دون كل الأرامل الإسرائيليات الموجودين في أرض إسرائيل، فدي أفضل منكم. ونعمان السرياني كان في برص كثيرين موجودين في إسرائيل، لكن ربنا له المجد اختار هذا الإنسان لكما يستحق هذه البركة دون كل البرص الموجودين في إسرائيل. فامتلأوا غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، منطقة كفر نحوم، حتى يطرحوه إلى أسفل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى، عدنا من وسطهم واختفى عن أنظارهم، عينيهم اتقفلت ما شافوش. فواضح أن ربنا يسوع المسيح له المجد بيستشهد بالعهد القديم لكما يعطي قانونية ويعطي مصداقية للأسفار المقدسة في العهد القديم. أيضا يظهر ربنا يسوع المسيح بذكر هذه المعجزات أحبائي، أو بذكر هؤلاء الناس الأمميين، عشان يكشف لينا قد إيه ربنا له المجد محب لكل البشر، سواء اللي من شعبه أو الغرباء عن شعبية إسرائيل. فالله لا يحابي بالوجوه ولا يحابي لولاده، لأن الكل ولاده، وإن كان إدى امتياز للبعض منهم واختار بعض منهم، ف
فقد اختار هؤلاء لكي ما يكونوا تحت المسؤولية أو يكونوا حاملين لمسؤولية، يعني they are in trust. لكن إن فشلوا في مهمتهم فربنا له المجد بيرفضهم، وإن اكتشف قلوب مستعدة له بين الأمم فربنا بيفتح لها الطريق وبيهيئ لها الطريق لكي ما تؤمن به وتنفتح عيون الغير المبصرين. والأمثلة كثيرة في العهد القديم، كلنا عارفين أن نينوى مدينة أممية، وشفنا قصة يونان مع نينوى ومع الله له المجد، وإزاي ربنا كان بيهتم بنينوى، وإزاي أنب يونان في تفكيره. نعرف أن أيوب أيضا، أيوب الصديق، ما كانش من رعويد بني إسرائيل، كان أممي غريب. قصة أيوب الشهيرة دي، الحادثة أيام إبراهيم أو ما بعد إبراهيم مباشرة، قصة قديمة جدا جدا في الكتاب المقدس، معروف أنها كتبت حتى قبل أسفار التوراة. فربنا ليس عنده محاباة. وشخصيات كتيرة جدا، شخصيات كتيرة جدا. احنا شفنا في العهد الجديد كرنيليوس مثلا، وشفنا قائد المئة، القائد المئة اللي شفى غلامه في لوقا 8، وقائد المئة اللي كان موجود في حراسة الجنود المية الكتيبة اللي كانت مخول ليها القبض على ربنا يسوع المسيح له المجد، وصليبه وحراسته على الصليب، لنجينوس اللي طعنه بالحربة، زي آمن وقال حقاً ها كان هذا هو ابن الله. من نسل المسيح له المجد، المسيح له المجد جاي من نسل رحاب، رحاب الأممية الزانية اللي من أريح، رعوس كانت أممية أيضا. قديسين كتير جدا كانوا في العهد القديم وفي العهد الجديد، لأن الله ليس عنده محاباة. يعني قصة النهاردة هنشوف فيها شخصيات، هنقف عند كل واحد منهم لدقائق علشان نلقي الضوء على هذه الشخصية، ونشوف قد ايه الشخصية دي فيها مراكز قوة ومراكز ضعف أيضا. فعندنا نعمان السرياني بطل هذه القصة، وإن كنا نعني يعني أن بطل القصة الحقيقي هو إليشع، لكن اللي بيسلط عليه الضوء النهاردة هو نعمان السرياني كأمم. يعني عندنا الفتاة الصغيرة المزبية اللي أشارت إلى نعمان، اللي أشارت إلى وجود النبي وأرسلت نعمان لكي ما يلتقي مع إليشع النبي. عندنا ملك أرام وملك إسرائيل، عندنا إليشع، وأخيرا عندنا جحظي. ست شخصيات: نعمان السرياني، الفتاة الصغيرة المسبية، ملك أرام وملك إسرائيل، وإليشع وجحظي. نقرأ مع بعض أحبائي لو معانا كتاب مقدس، نفتح على الإصحاح الخامس ونقرأ شخصية شخصية، ونقف قدام كل شخصية 3-4 دقائق. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما. فدي أول شهادة له في الكتاب المقدس، أنه كان رجل عظيم وكان رئيس جيش ملك أرام. إيه هي أرام يا أحبائي؟ هي منطقة شمال شرق إسرائيل، مملكة إسرائيل، تقع بين أشور وبين إسرائيل. أشور فوق منها ناحية العراق، منطقة العراق، فأشور وأرام وإسرائيل. العدو اللدود لإسرائيل هو أشور، لكن اللي بيفصل بين أشور وبين إسرائيل أرام. يبقى ملك أرام ده له أهمية خاصة عند ملك إسرائيل وعند ملك أشور، كل واحد فيهم عايز يتحالف معاه لهزيمة الآخر. فالمملكة الأشورية عايزة تتحد مع أرام علشان يحاربوا هما الاثنين إسرائيل، وإسرائيل أيضا من مصلحتها أنها تتحالف
وتتحد مع أرام عشان تتقي شر هجمات الأشوريين. يبقى ملك أرام ده مهم جدا. نعمان رئيس جيش ملك أرام كان رجل عظيم عند سيده مرفوع الوجه، رجل إيده بيضة ورقبته طويلة ومرفوع الوجه، بيفتخر لأن له علامات بيضة على طريق وظيفته كرئيس للجيش. ليه؟ لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. أرام كان جيش قوي بفضل هذا الرجل، وفي الحروب تملي كان بيغلب خصوصا مع الأشوريين، له هيستوري مع الأشوريين، كان الرجل جبارة بأس، لكن المشكلة اللي عنده أنه كان أبرص، فدي نقطة الضعف اللي كانت موجودة في حياته. فكان رجلا عظيما عند سيده مرفوع الرأس، على يده أعطى الرب خلاص، وكان جبار جبار بأس. كلمات كلها قوية جدا، كان رجل عظيم، رجل في هذه المكانة وفي هذه العظمة ومسنود بالملك نفسه، لابد أنه كان محبوبا لدى الكل، خصوصا لو عرفنا أن اسمه معناها، معنى اسم نعمان الرجل الجميل. كان رجل جميل، رجل جميل، فهو كان جميل الصفات، جميل الهيئة والخلقة أيضا، لأنه كان قائد حربي بتاع جيش، فأتخيله إنسان ممشوق القوام، عنده عضلات، طويل القامة، قوي، وجهه مشرق ومهيب ولا مهاب، يعني إنسان ذو جبار بأس زي ما الكتاب المقدس قال عنه، ويقول عنه كده عن يده بإيده، يعني أعطى الله أو أعطى الرب خلاص لأرام، يعني ربنا استخدمه. ومش غريب عن ربنا له المجد أنه يستخدم رجال من العهد القديم، في العهد القديم من الأمميين، ويديهم فرصة ويفتح لهم باب. كلنا عارفين أنه كورش كان رجل أممي، وهو اللي أذن لليهود بالعودة من سبي بابل، مش كده؟ حتى أن الكتاب المقدس سماه مسيح الرب، كان ممسوح لهذا العمل، مخصص لهذا العمل. وما لهذه اللفظة من دلالة، وهذا اللقب من دلالة، مسيح الرب، رمز مخصص لخلاص شعبه، رمز المسيح. فتتخيل أن المسيح له المجد يصبغ على هذا الأممي هذه الصفة العظيمة، لأنه خلقته ابنه، وممكن يكون له خلاص، وممكن تفتح عينه ويعترف بالرب إلى إسرائيل زي ما نشوف دلوقتي. فلما يقول لنا الكتاب المقدس أنه أعطى الرب خلاصا لأرام، هذه الكلمة لها دلالة عظيمة جدا عند فكر الكتاب المقدس. وكان الرجل جبار بأس أبرص، وكان الأراميون قد خرجوا غذاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة. في غزوة من الغزوات، في بنت صغيرة اتخذت من وسط شعبها، من وسط أبوها وأمها وأسرتها، من وطنها. واضح أن البنت متدينة زي ما هنشوف دلوقتي، والبنت لها يعني فكر ملتصق بخلاص الله وبشعب الله وبرجال الله وبرجل الله إليشع. فهذا الرجل العظيم محبوب، زي ما كنت بقول، محبوب عند أهل بيته، حتى أن هذه الفتاة الصغيرة هتفكر فيه زي ما هنشوف دلوقتي، وهتشير لسيدتها امرأة نعمان السورياني بنصيحة، فهي بتحبه. فنعمان كان محبوب. أنا لسه في شخصية نعمان، هخش دلوقتي على البنت الصغيرة دي دلوقتي. فالصورة تكمل بأن نعمان كان محبوب، ولما هيجي الحديث في مقابلته مع إليشع، لما يقول له روح عند النهر واغتسل 7 مرات نهر الأردن، لما ولاده الجنود اللي وياه يتكلموا معاه يقولوا له يا أبانا، يلقبوه بالأب، فهو كان بينهم مش رئيس مهاب بس، لكنه كان بيعاملهم كأب، فهو محبوب، رجل محبوب، لكنه كان أبرص.
والحقيقة أحبائي إنه زي ما المثل بيقول عندنا، الحلو ما بيكملش، لازم يكون فيه صليب، لازم يكون فيه شوكة في الجسد، لازم يكون فيه ضعف، وربنا يحول هذا الضعف بنعمته إلى قوة. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وقد يسمح الله بهذا الضعف يا أحبائي لكي ما يوجه الإنسان إلى طريق خلاصه، شوكة في الجسد، لا يرتفع من فرط الإعلانات زي ما بولس الرسول أشار وقال، وبص للأمر بصورة إيجابية. ونحن أيضا في هذا الفصل المبارك من العهد القديم أحبائي نرى في هذا الرجل وفي هذا المثل صورة إيجابية لاهتمام الله بشعبه من خلال الضيقات. فنعمان السورياني بهذه الصورة هالك، ما تعرفش على شعب، ما تعرفش على إله إسرائيل الإله الحقيقي، لكن بالشوكة في الجسد كونه أبرص، ده اللي بيقود إلى طريق خلاصه والتقائه بسيده الإله الحقيقي، وإلا لعاش ومات عابدا للأوثان هالك بلا محالة. فهذه الفتاة الصغيرة دي الشخصية التانية بقى، سبوا آية 2، كان الأراميون قد خرجوا غذاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، تشتغل عند امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. الحقيقة أي بنت في السن ده يعني واضح إنها فتاة صغيرة، سابوا في أرض إسرائيل فتاة صغيرة، تعبير الكتاب المقدس أنها فتاة صغيرة، جايز تكون 7 8 سنين، 10 سنين، 11 12 سنة، مش أكتر من كده. هذه الفتاة أحبائي انتزعت من أرضها ومن بيت أبوها وأمها ومن وسط أصدقائها ومن وسط جو إلى حد ما جو روحي بوجود إليش على النبي لحد بيت الملك، بيت رئيس الجند. ما ننساش أن الملك في ذلك الوقت هو ابن يهورام ابن مين؟ ابن أخاب وإيزابل، فالفساد موجود. فبتتاخد من أرض خصبة روحية حلوة وبتتزرع في أرض وثنية بيحكمها ملك وثني هو ابن أخاب وإيزابل الأشرار، ومع هذا لم تنسى إله إسرائيل، لكن بالعكس لما لقت فرصة أنها تكرز بإله إسرائيل كرزت به هذه الفتاة وأشارت إلى نبي السامرة لكي يعرفوا أن هناك نبي في السامرة. فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. منتهى الثقة في إلهها إله إسرائيل والنبي إليشع نبي السامرة. بقول إن البنت دي كان يفترض إنها تكون نفسيا محطمة، كان مفترض إنها تكون مرة النفس، كان مفترض إنها تكون جواها بعض من الحقد والغل والطغينة للناس اللي سابوها وانتزعوها من بيتها ومن أسرتها. كانت المفروض إن هي تقول أحسن خليه في برصه، مش هو ده اللي سباني، مش هو ده اللي استعبدني، مش ده اللي حرمني من بيت أبويا ومن ناسي ومن أهلي. لكن ما كانش عندها كده خالص. فالفتاة دي فتاة عجيبة جدا الحقيقة أحبائي، لأنها ربنا بيستخدم حتى هذه الفتاة الصغيرة زي ما استخدم الولد في قصة السمكتين والخمس خبزات. تملي ربنا بيعمل بالقليل وبالكثير، بيعمل ببراءة الطفولة زي ما بيعمل بالكبار وبحكمة الكبار. فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفي من برصه. فدخل نعمان السورياني بقى سمع الكلام، مراته قالت له البنت اللي عندنا بتقول إن في نبي في إسرائيل والنبي ده موجود في السامرة ويقدر إنه يشفيك.
فدخل واخبر سيده. سيده مين؟ الملك يهويرام، ده قائد الجيش، تاني راجل في الدوله. فدخل واخبر سيده قال ان كذا وكذا قالت الجاريه التي من ارض اسرائيل. لا انا اسف، هو اتكلم مع ملك ارام، وملك ارام هيبعت لملك اسرائيل. فقالت لمولاتها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامره فانه كان يشفي من براسه. فدخل واخبر سيده ملك ارام وقال كذا وكذا قالت الجاريه التي من ارض اسرائيل. فقال ملك ارام انطلق ذاهبا فارسل كتابا الى ملك اسرائيل. فذهب واخذ بيده 10 وزنات من الفضه و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب، واتى بالكتاب الى ملك اسرائيل يقول فيه: فالان عند وصول هذا الكتاب اليك هو ذا قد ارسلت اليك نعمان عبدي فاشفيه من برسه. هنا نقف لحظة أحبائي أيضا أو دقائق معدودة لنحكي عن إيمان ملك أرام وإيمان نعمان السرياني. هم رايحين طالبين شفاء، وهل الشفاء أحبائي يمنح بالذهب والفضة والمال وبالهدايا؟ الشفاء يمنح بالإيمان، الشفاء يمنح بالنعمة وبالإيمان، لكن ليس له مقابل مادي، ليس له أي مقابل مادي. صدقوني حتى كل أعمال البر التي نظن أننا نعملها لكي ما ننال أي من النعمة هي عاجزة عن أن تعطينا أي نعمة. النعمة نعمة مجانية والعطية عطية مجانية. حتى أن الصوم والصلاة والصدقة والمطنيات وكل أعمال الرحمة، كل هذه لا تمنح نعمة، دي مجرد يعني أقدر أقول عليها إيه، إظهار appreciation، شكر لله، مش أكتر من كده. أو يا رب أنا بقدم لك اللي أقدر عليه عشان أنت تديني يا ربي اللي أنا ما أقدرش عليه، بس مش في المقابل إطلاقا. دي مشاعر بنوة نحو الأب اللي بيعطي مجانا. يعني تملي، كنت حتى أقول للولاد في اجتماعات الشبان لما كنا بنتكلم عن الجهاد والنعمة، الجهاد والنعمة، أقول له أنا قاعد في بيت أبويا وأنت قاعد في بيت أبوك كصبي صغير كابن صغير، أنت قاعد في بيت أبوك لأن أنت بتدفع له إيجار؟ إطلاق لا يمكن. ولا كل مال الدنيا ممكن يكافئ الأب والأم؟ لا يمكن. لكن كل ما تقدمه من أعمال، بترتب سريرك، بتسمع الكلام، بتنظف أوضتك، بتساعد في المطبخ، بتساعد في الطلبات، كل دي مش هي اللي بتديك استحقاق ان انت تبقى في البيت. انت باقي في البيت حتى لو كنت متعب للكل، لان انت ابن لك حق الوجود ولك حق الميراث. لكن كل هذه الاعمال اللي بيقدمها الابن يا احبائي هي نوع من الابريشيشن، يعني عشان يقول يعني كتر خيركم، يعني لازم أشارك وياك وأبين محبة، أعمال محبة. فالصوم بتاعنا عمل محبة، والصلاة عمل محبة، والصدقة عمل محبة، وكل أعمال الرحمة وكل أعمال الجسد هي أعمال محبة تقدم لله ليس أكثر. علشان كده هذا الفكر كان لازم يتصلح، وهيصلحه إليشع في الآخر، إنه مش بهذه الهدايا ممكن أن تنال الشفاء، لكن بالنعمة. وهنشوف دلوقتي إزاي عمل النعمة وارتباطها بالأسرار المقدسة. حتى الطقوس، حتى كل أعمال الناموس، كل هذه الأعمال أحبائي لا تساوي شيء، هي مجرد تعبير عن الشكر وتعبير عن المحبة مش أكتر، ومقدمة مش أكتر. لكن النعمة مجانية وعطية مجانية حسب غنى الملك اللي بيعطي ملك، ما ننساش، والملك مش محتاج عطايانا إطلاقا. نيجي للجواب بقى، أتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من مرضه. ده الأكشن اللي عمله ملك أرام، إنه قدم هدايا مع نعمان، ونعمان جاب هدايا معاه، وهدايا كانت غنية جدا جدا،
المؤرخين اللي بيحسبوها بيحسبوها بمبلغ ضخم جدا جدا جدا، يعني كان جاي بجمال محملة ودواب محملة ويعني حاجات فخمة جدا وضخمة جدا جدا، ذهب وفضة وحلل، حاجات فخمة جدا. ده اللي يقدر يقدمه، ده تفكيره. ونشوف تفكير بقى الرجل التاني ملك إسرائيل في المقابل. ملك إسرائيل هو مين؟ يهويرام. يهويرام ابن أخاب وإيذابل. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي. احنا قلنا أن أرام وقع بين أشور وبين إسرائيل، والاثنين بيحاولوا يكسبوا الود، ود أرام. واضح أن أرام على رأسها ملك عنده قائد جيش، لسألين قديه هو جبار بأس وربنا بيحبه ومحبوب من الكل ورافع راسه لأن له انتصارات. فأرام بتمثل يعني حجر زاوية ونقطة مهمة، نقطة التقاء مهم في المنطقة جغرافيا وحربيا وسياسيا. فالراجل أسقط من يده وقال أنا كده وقعت في حزبيص. الراجل ده إز هراسنج مي، عايز يجد حجة للهجوم عليا، هيدخلني في مشاكل. ما خدش الأمر ببساطة. وهنا نعجب بقى أحبائي إن عينيه تتقفل عن وجود نبي من وسط شعبه اللي هو إليشع، وهو قريب جدا جدا منه جغرافيا بحكم وجودهم في إسرائيل منطقة واحدة. كيف لفتاة صغيرة لا تتعدى العاشرة أو الحادية عشر من عمرها، بعيدة مسبية في بيت ملك، في بيت رئيس جند ملك أرام، في مدينة أو في منطقة بعيدة تماما في دولة تانية في مملكة تانية، كيف لهذه الفتاة الصغيرة تفكر روحيا وتشير إلى إليشع وعنين هذا الملك الجبار ملك يهويرام ملك إسرائيل اللي المفروض أنه هو ممسوح من الله؟ إزاي عينيه اتقفلت وما شافش إليشع وما كانش بيفكر روحيا وما كانش بيفكر بأسلوب روحي، لكنه كان إنسان مادي جدا منحصر في ذاته، خاف وارتعد، مفهوش سلام، عبد أوسان. أنت متخيل إيه يعني رجل عبد أوسان؟ فعلشان كده أحبائي لو تعمل مقارنة بين هذا الملك بمركزه بسلطانه، رجل كبير في السن ما هو صغير أو على الأقل أضلت، بالمقارنة بطفلة صغيرة مزبية، تقدر تحس عظمة هذه الفتاة اللي لها إيمان الأطفال ما أخفي عن الحكماء والفهماء أعلنته للأطفال الصغار. ظن أن الملك بهذا إزهر راسنجهم يتعرض لي، عايز بيتلكك لي بالمعنى البسيط، يعني عايز يلاقي حجة أنه يهجم علي ويدخلني في مشاكل ويدخلني في حروب إحنا في غنى عنها. يبدو أن القصة خرجت من بيت الملك، الجنود ابتدوا يتهامسوا الأخبار، ومن دل ده من دل ده من دل ده من بق ده الودن ده لبق ده الودن ده، وصلت الأمور عند إليشع. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مذق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مذقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. اللي لفت نظر إليشع للموضوع أن الملك يمذق ثيابه. مذق ثيابه دي خطيرة جدا، يعني بيعلن حزنه الشديد وفشله الشديد، وممكن الأعداء يبصلها أكتر كمان أنه هو بيتنحى عن الملك، يعني بيستسلم للهزيمة. لما رئيس الكهنة كان يعمل كده كان يعلن عن انتهاء كهنوته. فالأمر ما هو السهل ان ملك في هذا المركز يمسخ ثيابه اعلان عن الفشل. فقال له: انت ناسي ربنا يا اخي، انت ايه حكايتك؟ يا عبادة الاوثان غمت عن عينيك واخفت عن عينيك انه يوجد ملك، انه يوجد نبي لله في اسرائيل، ابعته لي.
فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب اغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. الواحد يستغرب ليه إليشع ما طلعش قبله، ده راجل جاي من عند الملك وجاي بهدايا وبسلطان وبجواب من الملك، وانت يا إليشع بتنقذ الملك بتاعك من عار حل عليه وعجز وقع فيه لدرجة انه مضغ ثيابه. الحقيقة القصة هي قصة سرائر مقدسة، نعمة لا يقوم بها إليشع ولكنه أداة في يد الله، فكان لابد أن يختفي إليشع لكي ما يظهر الله، المجد ربنا وحده. لو طلع إليشع وعمل اللي عايز يعمله نعمان السورياني زي ما هنشوف دلوقتي، يبقى لسع اللي شافها، وفي الواقع إليشع ما بيشفيش، اللي بيشفي وبيعطي النعمة هو الله ذاته القدوس. فليس هناك في هذه الحالة إلا آلة ووسيلة في يد الله، أنا وسيلة في يد الله، أنت وسيلة في يد الله، إليشع وسيلة وأداة في يد الله. كان لازم الرجل ده يتعامل مع الله مباشرة ولا يتعامل مع بشر، ولا يظل سجين أو حبيس فكر عقيم بيقول إنه هو هيشفى بشكل يعني. طب ما السحرة بيعملوا حاجات، وما السحرة مش بيعملوا معجزات وبيعملوا عجائب بقوة شيطانية وبقوة شريرة أو بحيلة أو أي وسيلة؟ هم مش السحرة بتوع موسى أيام موسى بتوع فرعون في قصة فرعون، مش عملوا معجزات مشابهة لمعجزات موسى؟ الأنتي كرايست في الآخر ضد المسيح مش هيعمل معجزات وعجائب، حتى أنه ممكن أن يضلل، ولو أمكن المختارون أيضا يضلل حتى المختارين أيضا. فالقصة مش قصة خزعبلات بينتظرها نعمان السورياني، دي نعمة، نعمة إلهية وعطية إلهية سرائرية. أذكر قصة عشان بس يعني نخرج بره عن الكلام الأكاديمي شوية، القصة ساعات بتكون ظريفة ولطيفة وبتوصل الكلام بشكل جميل. أبونا بشوي حكى لنا زمان أنه لما جه لوس أنجلوس سنة كم، 69 يمكن 69 70، كانت أول كنيسة اتعملت في لوس أنجلوس كنيسة ماري مرقص في لوس أنجلوس اللي أسسها أبونا بشوي كامل، وأسس أيضا ماري مرقص في، وكان يحب ماري مرقص قوي ويعتبر الخدمة في المهجر كرازة يعني، فعمل كنيسة جيرسي سيتي وبعدين جه هنا في لوس أنجلوس، المركزين الكبار في الستيتس في أمريكا. وصلى في أوتوا على فكرة، فيعني حتى كندا تباركت بوجود أبونا بشوي كامل، وصلى لهم قداس، لأن أخت مراته أخت تاسوني أنجيل، تاسوني فضيلة الله يقدس روحها، زوجة الدكتور بولس روفاييل الله يديله طول العمر، مثل ما موجود في أوتوا. فأنا أعرف جيدا أن أبونا بشوي صلى في كندا قداس. المهم أبونا بشوي بيقول رحت ما كانش فيه كهنة قبل منه، فكان في عائلات قليلة موجودة هناك ممكن لها سنين، سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأكتر موجودين لصلوا قداس ولا عمدوا عيالهم في بداية الهجرة في الستينيات أوائل الستينيات. فبيقول عمد ولد عنده 5 6 سنين، فالولد واعي مش 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 طفل رضيع 40 يوم. فبعد ما عمد الولد تاني يوم تالت يوم أكتر أقل راح البيت يزور الناس دول يفتقدهم، فالولد بيلعب بره في الباكيارد، فأبوه وأمه بينادوه عشان يسلم على أبونا وياخد بركة أبونا، والولد عيل طفل ملهي باللعب بتاعته، يا ولد تعالى سلم على أبونا، الولد يا ولد تعالى سلم على أبونا، يا ولد تعالى أبونا اللي عمدك يا ولد، مش ده أبونا اللي عمدك يا ولد، مش تيجي تسلم على أبونا وتاخد بركته؟ فالولد دخل وبص في وش أبونا كده، أبونا بشوي ده أبونا اللي بيحكي بلسانه أنا سمعتها منه شخصيا، بص في وش أبونا كده وقال إيه؟ لا مش ده اللي عمدني. قال له يا ودي انت نسيت يا ودي عبيط، انت مش ده ابونا اللي عمدك اللي نزلك في الميه؟ قال لهم لا مش ده اللي نزلني في الميه، نزلني في الميه هو ده، وشاور بصباعه على صوره للمسيح موجود على الحيطه.
ففي ساعتها أدرك أبونا بشوي، بيقول هو بيكمل كلامه بيقول: فللحال أدركت أن النعمة ليست معطاة مننا إحنا البشر، إحنا وسيلة بين إيديه، وخادم الأسرار الحقيقي هو المسيح ذاته له المجد، الكاهن رئيس الكهنة الأعظم. علشان كده اختفى إليشع يا أحبائي. إليشع فضل جوه، ما طلعش وما أظهرش نفسه، فغضب جدا النعمان السورياني. احنا وصلنا للآية 10. فأرسل إليه إليشع إلى نعمان رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. آية 11. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص. أليس إبانة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأبرأ؟ ورجع ومضى بغيظ. هو ذهنه مرتبط بعبادات معينة ووسائل معينة، يعني قصص زي بتاعة الأوثان، يحط إيده يقول تعويذة شوطن بوكم مش عارف إيه، يقول باسم الرب إلهه زيه زي الآلهة بتاعتنا مش هتفرق، جاي يغطسني في مية وإحنا عندنا مية أحسن، عندنا أبانة وفرفر نهرين كبار موجودين هناك في دمشق، قد يكون دجلة والفرات أو حاجة متفرعة منه. فهو مرتبط في ذهنه صورة معينة للعبادة، أو صورة معينة للشفاء، أو صورة معينة لعمل السحر. ما ادالوش الفرصة إليشع لكي ما يثبت له أن العمل عمل سرائري، دي معمودية، ده حلول الروح القدس. أنا بقارن وبقول أنه رمز، يعني مش هي مش معمودية، لكن هي رمز للمعمودية بتاعتنا، مش وسيلة من وسائل السحر والشعوذة والطقوس. حتى الطقوس اللي احنا بنعملها يا أحبائي هي باسم الآب والابن والروح القدس، لا ترتبط بأي قوة أخرى، لكن بعمل النعمة وبعمل الروح القدس فيها في الأسرار. ده مرة المسيح له المجد قال كلمة عجيبة جدا، قال إنهم يظنوا إنهم لما يذبحوك بيقدموا ذبيحة لله، سيأتي وقت يظن فيها من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة لله. شوف إزاي، يعني قد يوصل الإنسان للإكستريم، يوصل الإنسان للشطط، أنه يتخيل أن قتل الإنسان وتقديمه ذبيحة وخدمة لله. وإحنا بنشوف الكلام ده مع الدواعش في زماننا هذا، والتاريخ بيحكي لنا قصص أبائنا الشهداء اللي كانوا بيقدموا ذبايح للآلهة. وفي العصر الحديث بتاعنا شفنا شهداء ليبيا وغيرهم 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 وغيرهم، ولما بيعملوا كده بيظنوا أنهم بيقدموا خدمة لله. فالنعمة هي اللي بتقدمنا لله، وليس أي عمل بشري، وليس طقوس أو غير طقوس. مع تقديسنا للطقوس واستخدامنا الروحي للطقوس زي ما كلنا عارفين في كنيستنا. أما كنت أغتسل بما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. عبيده بقى الآية 13. فتقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، منتهى اللطف، لا سعادتك ولا سيادتك ولا جنابك جنرال ولا فخامتك ولا عظمتك ولا قدموا سجود ولا تحية عسكرية ولا حاجة خالص، ولك الرجل محبوب، الرجل جميل. نعمان يعني الرجل الجميل، هو رجل جميل. يا أبانا، وبيكلمه بدلة، قال لك النبي أمرا عظيما، أما كنت تعمله؟ لو طلب منك حاجة كبيرة، لو قال لك هات لنا كبدة النملة زي بالصحراء بيقولوا، ولا بيض مش عارف إيه، مش كنت هتجيبه له؟ ده طلب منك حاجة بسيطة، أنت خسران حاجة يا أخي. أما كنت تعمله؟ فكان بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صغير صبي صغير وطهر. طبعا مش هنتكلم كتير عن دلالة الرقم 7،
انا بقول لك انه اشاره للمعموديه، بدليل ان طلع بلحم طفل صغير، ميلاد تاني، خلقه جديده وميلاد تاني. كلنا عارفين مرض البرص قد ايه بيشوه الجسد زي ما الخطيه بتشوه الروح. خطوره مرض البرص يا احبائي انه معدي وبيعزل الانسان وبيشوهه، وده اللي بتعمله الخطيه. الخطيه تعدي، مش كده؟ علشان كده يقول لنا الكتاب المقدس: طوبى للرجل الذي في طريق المنافقين، في مشورة المنافقين لا يسلك، وفي طريق الخطاة لا يقف، وفي مجمع المستهزئين لا يجلس، لكن في ناموس الرب يردته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. والمعاملات الرضية والمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. فالخطية بتعدي زي ما البرص بيعدي، والخطية بتشوه الإنسان زي ما البرص بيشوه الإنسان. واسكيميك ديزيز، الأوعية الدموية بتنقفل عن الأطراف، فالإنسان صوابعه تقع، مناخيره تقع، ودانه تقع، شفته تقع، وسنانه، بيبقى الإنسان منظره بشع. فتخيل لو المرض تملك من هذا الرجل، فيما يبدو أنه كان في بداياته وفي حتت مخفية، يعني ما كانش في أماكن ظاهرة لسه في جسمه، فكان رجل جميل، لكن لو لم يبرأ بعمل النعمة وبصلوات إليش على النبي، كان الرجل ده هيبقى متشوه جامد جدا. والخطية أيضا بتشوه الإنسان وتفسد سيرته. فرجع آية 15، فرجع إلى رجل الله، رجع بقى لإليشع هو كل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: وإذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب، لأنه لا يقرب بعد عبدك، لا يقرب بعد عبدك محرقة، لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى، بل للرب. تتخيل إن واحد بيقدم ذهب وفضة وثياب وحلي وأموال، وعايز كل اللي عايزه حفنة من التراب أو حملين على بغل من تراب الأرض. يعني كل هذا المال وكل هذه الفضة وكل هذه الثروة الجبارة اللي جاي بيها من أرام مقابل حفنة من التراب، مكتفي شوية تراب، جنب الشفاء الروحي اللي هو خده، جنب معرفة الله الحقيقي، كل شيء حتى كل هذه الأموال وكل هذه العظمة لا يساوي إلا شوية تراب. أنا مكتفي بالتراب. كل ما ربحت حسبته نفاية لكي أربح المسيح، زي ما علمنا بولس الرسول مال، لأن عايش شوية تراب، لأن التراب ده هيبقى بركة من المكان ده. هعمله مذبح في مكان العبادة بتاعنا، المذبح ده لإله إسرائيل، الإله الحقيقي، ومش هقدم ذبيحة إطلاقا لأي آلهة أخرى، لأني عرفت إن إله إسرائيل هو الإله، لا يوجد إله مثل إله إسرائيل. لكن عندي مشكلة عايزك تسامحني فيها، لسه إيمانه بسيط، وإيمانه يعني إيمان طفل. فيقول له: عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك، عند دخول سيدي إلى بيت رامون ليسجد هناك ويستند على يدي، فأسجد في بيت رامون، فعند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. قال له: عندي مشكلة صغيرة هتقابلني، ما عنديش لها حل غير إن أنت تغفر لي والرب إله إسرائيل يغفر لي. لما باجي أدخل مع الملك، مع سيدي، هنا سيدي تعود للملك، أقرأها تاني، آية 18: عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك، عند دخول سيدي، سيدي اللي هو ملك أرام، هو رئيس الجيش، فسيده هو الملك الكبير، عند دخول سيدي إلى بيت أرام ليسجد هناك يستند على يدي، بيبقى ساند عليا، فيما يبدو أنه جايز يكون رجل كبير، أو يمكن ده البروتوكول، أنه بيسند على يد الجيش بتاعه، رئيس الجيش بتاعه، يستند على يدي.
فلما بيسجد انا بضطر ان انا اسجد معاه، لكن لا يحسب الهي اله اسرائيل ولا تحسب انت سيدي اليشع ان انا بسجد للاله رامون او للاله الاوثان. انا مجرد بنحني مع الملك، بقوم بوظيفه، بقوم بمهمه. لكن مش شوف يعني ايمان الرجل وصل لاي درجه، خايف انه لما يخش والملك مسنود على ايده وينزل ينحني معاه تحسب له هذه خطيه، فبيعلن براءه من هذا ويقول له لما اخش مع الملك مستند على يدي ويسجد قدام رامون وانا بنحني معاه، انا مش بنحني الرامون، انا بساعد الملك ان هو ينحني، مش اكتر، مش اكتر من كده. بقوم بوظيفه، بالوظيفه بتاعتي، بالمهمه بتاعتي كحامي للملك او من الملك، بستند على ايدي ويعتمد عليا. فالراجل يوصل بالنعمه الى هذا الفكر، انه خايف انه يحسب له خطيه حينما يقوم بهذه المهمه ويظن انه يسجد لرامون. لكن المذبح اللي هيعمله من التراب بتاع الارض دي جاي يقدم ذهب، خد تراب، والحقيقه خد نعمه ما خدش تراب. فاسجد في بيت رامون، فعند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الامر. فقال له، رد عليه إليشع وقال له امضي بسلام. قال له الله يحلك ما تخافش، ربنا عارف نقاوة قلبك وعارف صدقك وعارف نيتك وضميرك الحي. ولما من عنده مضى من عنده مسافة من الأرض. دي الشخصية الأخيرة بقى، شخصية جحظي الخاين. قال جحظي غلام إليشع رجل الله، هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ منه شيء. شيء عجيب، شيء عجيب إن إنسان يعيش في بيت إليشع تحت سقف واحد مع إليشع، قريب هذا الاقتراب من إليشع، ويشوف هذه المعجزات وهذه النعمة. تشوف حضر مع معجزات قد ايه، تلميذه ولصيق بيه زي يهوذا اللي كان لصيق بالمسيح له المجد، وحضر كل هذه المعجزات وهذه النعم العظيمة وخد من يد الله كثير والكثير والكثير، لكنه كان يضمن الشر في قلبه لما حبته الفضة. محبة الفضة أصل لكل الشرور، إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم، فعلا يعني حاجة صعبة. فصار جحظي وراء نعمان، ولما رأى نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه، وبيحترمه كاحترامه لإليشع يعني، وقال أسلام؟ فقال سلام، إن سيدي قد أرسلني. هيألف كذبة بقى، إن سيدي قد أرسلني قائلا هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء. كله كذب وتأليف ورواية يعني كلها كذب. فأعطيهما وزنة فضة وحلتي الثياب. فقال نعمان بل قل اقبل وخذ وزنتين. طلب وزنة، نعمان قال له اتنين. نعمان لو ادى الكل ولو رجع تاني وجاب له كمان، ده نعمان مكتفي بالتراب، عاد شوية تراب. لكن حتى هذا الذهب وهذه الفضة لا تملى عنين هذا العبد الشرير. وألح علي وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي ثياب ودفعهما لغلاميه فحملاها قدامه. ولما وصل إلى الأكمة أخذهما من يدهما وأودعها في البيت وأطلق الرجلين فانطلقا. شيلها للجوز العبيد، كانت تقيلة، لغاية لما وصل للأكمة اللي موجود فيها إليشع وهو بيبات وياه هناك، عنده مغارة هناك بيبات فيها، خد عنهم ودخلهم خباهم عنده في المغارة بتاعته. وأما هو فدخل وقف أمام سيده فقال له إليشع من أين يا جحظي؟ كنت فين يا جحظي؟ فقال لم يذهب عبدك إلى هنا وهناك. كذب بجر كذب. فقال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ تفكر أن أنا كنت يعني قلبي مش حاسس بيك، مش عارف أنت بتعمل إيه؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون
وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري، برز نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، فخرج من أمامه أبرص كالثلج. يعني سرة الفلوس وسرة الذهب والفضة وكل الأمور المادية اللي خدها كلها كان فيها سم قاتل، كان فيها برص ولعنة نعمان السرياني اللي اتشالت مع النعمان وحطت على جحصي. أليس في هذا علامة أحبائي؟ إنه في قبول للأمم وفي رفض لشعب إسرائيل، مش كده؟ ها؟ دي فيها إشارة لهذا، إن اللعنة رفعت عن نعمان جزئيا، يعني من منظور، لو نبصلها من هذا المنظور هنجد فيها هذه الرمزية. اللعنة رفعت عن نعمان الأممي وحطت على جحظي اللي المفروض إن هو تلميذ إليشع، وكان المفروض إنه يرث إليشع زي ما إليشع ورث مين؟ ورث إيليا. فنرى هذه الرمزية الجميلة، إنه الأمم بتقبل الإيمان بالله الحي في حين يرفض شعب الله بسبب محبته للفضة. يعني كمثال، يعني ده مش معناه إن كل الشعب مرفوض، يعني هي بتدي بس صورة من الرمز. يعني دي شخصيات بتاعت الإصحاح بتاع النهاردة، نعمان السرياني الجميل والفتاة الصغيرة المزبية في بيت نعمان السرياني، وإيمانها اللطيف البريء الطفل، وملك أرام واللي بيظن إنه بالذهب والفضة ممكن ياخد شفاء، وملك إسرائيل وعدم إيمانه في تمزيق ثيابه، وإليشع الجميل اللي بيشير للأسرار في سرائر، أسرار مقدسة في الكنيسة عندنا، يعني إحنا النعمة هي اللي بتشتغل فينا، وجحظ الشرير اللي أحب الفضة والمال أكتر من كل عمل الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.